نسب إليه من شعر الفاطر ولده الحسن عليه الصلاة والسلام يقول له بني عن يا ابني بني إذا كنت في بلدة فعاشر بأرباب أربابها نشوف البلدة شلون يعيشون في معتلهم في ملبسهم في مسكنهم في منامهم في عاداتهم وتقاليدهم فعاشر تلك الآداب. ليس المقصود الآداب المخالفة للإسلام بطبيعة الحال، الآداب العرفية الاجتماعية والتي لا تخالف الإسلام، لأن الإنسان إذا أراد أن يعيش في بلد ويكون منهم يجب أن يكون بلونهم، أما أنت في بلد ولست بلونهم فتعد غريبة وينفرك أهل البلد، لأن الناس إلى أشباههم أميل. بني إذا كنت في بلدة فعاشر بآداب أربابك، مثل أرباب البلد إيش؟ أرباب البلد شلون يعيشون؟ في أمورهم الاجتماعية، في زواجهم، في مجالسهم، في سائر شؤونهم، هكذا فالفكر. هذا هو المعنى الظاهر المنصرف من هذا الحديث، لأنه ولو شعر لكن حيث قاله علي فهو حديث عليه الصلاة والسلام. لكن أنا أظن أن معنى هذا الشعر أعمق من هذا المتبادر إلى الذهن. الأعمق يعني شنو؟ يعني أنه إنك إذا أردت أن تعيش في الحياة يجب أن تكون موازيا للحياة. الحياة لها سطح مثل الماء، الماء له سطح، ماء البحر سطح خاص، ما الحوض له سطح خاص. أنك إذا كنت أقل سطحا من ماء البحر غمرك ماء البحر فتنغرق، وإنك إذا كنت في حوض ماء وأقل سطحا من ماء الحوض يغمرك الماء وتنغرق. فإذا أردت أن لا تنغرق يجب أن يكون سطحك مساوي لسطح الماء. العالم دائما هكذا، العالم دائما له سطح خاص. إذا لم يكن لك هذا السطح في العالم، العالم يعلو عليك وتنغرق في العالم. مثال وهو واضح اليوم، العالم سطحه قبل 100 سنة في الحروب السيف، ذاك اليوم إذا كان لك سيف وإذا كان لك رمح وإذا كان لك سهم فأنت في سطح العالم. فإذا وقعت حرب لا تنغرق عنه، وإنما تحارب ويحاربون، وتكون الكلمة للأقوى إيمانا أقوى أو سلاحا أقوى. أما في هذا اليوم سطح العالم تغير وتبدل. شنو صار سطح العالم الحالي؟
صار سطح العالم الحربي البندقية، والرصاص والصاروخ والطائرة والنفاثة والمدرعة والمسطحة والقنابل وما أشبه، إلا أنت لم تصل إلى هذا السطح، وإنما بقيت في سطح السيف. قهرا غرقت العالم، انظر، لأنك لم تعاشر بآداب أربابها. أرباب العالم شلون؟ أرباب العالم اليوم سلاحه هذه الأمور، وكذلك في سائر الأجهزة. مثلا سطح العالم في يوم ما كانت المدارس العلمية الدينية في المدرسة، وكان سطح العالم أيضا الدعاية والنشر والتبليغ بسبب المنبر وبسبب الخطيب. لكن اليوم أنت في سطح العالم، لكن هل المسيح يتقدم عليك وأنت تتقدم على المسيح؟ هذا قصة القوة، مو قصة السطح. سطحك سطح العالم. اليوم الدعاية صارت بماذا؟ صارت الدعاية بسبب الإذاعات والتلفزيونات والصحف، والثقافة صارت بسبب المدارس الأهلية والنوادي والمكتبات العامة وما أشبه من المجلات ونحوها. فإذا لم يكن سطحك سطح العالم، غمرك العالم. أنت تصعد المنبر في أناس لا يعدون 50، وفلان مغني أو مغنية، أو تصعد المنبر في سطح تحته 100 مليون، 50 مليون، من المعلوم أنه يغرقه. لا تمر قبل سنة كأس العالم كان يلعبون، أنا قرأت في بعض الصحف يقول هذا اللعب رأوه 1000 مليون إنسان رؤية العين بسبب الأقمار الصناعية. أوصل المحطات بعضها إلى بعض حتى شاهد المباراة 1000 مليون إنسان، مش قليل، 1000 مليون إنسان، شبه شيء خيالي. هذا سطح العالم، ربع العالم وأكثر من الربع، لأن 4000 مليون العالم، العالم لم يصل إلى 4000 مليون. فبني إذا كنت في بلدة فعاشر بآداب أربابها. أرباب العالم شلون يعيشون؟ إذا تمكنت أن تعيش أنت كأرباب العالم، فيأتي بعد ذلك مسألة أنك أقوى أو هم أقوى. أما إذا لم تكن في ذلك السطح أبدا، المسألة مفروغ منها، فالمسألة لا تحتاج إلى مناقشة، ومن الواضح أنهم غالبون، لأن سطحهم أعلى من سطحهم. وانتهوا في المسيح، كما أن سطح البحر إذا صار أعلى من سطحك انغرق. نحن إنما تأخرنا المسلمين لأنه سطحنا صار أدون من سطح العالم وأنزل من سطح العالم، فنحن بحاجة إلى أن نصعد سطحنا حتى نوصله إلى سطح العالم. والإسلام لا يرضى بأن يكون سطحنا سطح العالم، نقول دائما أعلى، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. الإسلام يقول أنك يجب على أن يكون سطحك أعلى من سطح العالم حتى تغمر العالم. إذن نحن مو أعلى سطحا، وإنما نحتاج إلى سطح متساوي مع سطح العالم في أقل الفروض. إذا كان سطحنا مساويا لسطح العالم، بعد ذلك يأتي مسألة أن أقوى أم هو أقوى. أما إذا السطح دون سطح العالم فهم أقوى تلقائيا وطبيعيا، يكونون هم أقوى. كيف نتمكن أن نوصل سطحنا إلى سطح العالم؟ السؤال هذا. سطح العالم اليوم قوامه
ثلاثة أشياء. إذا تمكننا من هذه الثلاثة تمكننا من إيصال صفنا إلى صف العالم، وإذا لم نتمكن من هذه الثلاثة بقي صف العالم أرقع وصفنا أنزل والعالم يغلب عليه. الشيء الأول، يجب علينا أن نكون كل المسلمين كتلة. يد الله مع الجماعة، يعني لازم كل التجار كتل. ما أقصد بالكتل الحزب، لا أبدا، الحزب مفهوم غربي والمفهوم الغربي له نتائج غربية، وإنما كتل، الكتل شيء والحزب شيء آخر. كتب يعني تيار، الخطباء كتب، العلماء كتب، الملوك والرؤساء كتب، التجار كتب، الطلبة كتب، أصحاب المهن والصناعات كتب. لماذا؟ لأن هؤلاء أمام أناس هم كتب. الآن الصهيونية العالمية كتب، الصليبية الآن كتل، الدول الأوروبية الآن كتل، الدول الشيوعية الآن كتل، الشيوعيون كتل، البعثيون كتل، القوميون كتل، وما أشبه، كلهم كتل. ففي عالم أعداء الإسلام كتل، لا يتمكن الإسلام أن يعيش بغير كتل، لأن الفرد يسحق. 18 مليون يهودي في العالم، هؤلاء كتلة واحدة، تجارهم، صناعهم، مخترعوهم، مكتشفوهم، أفرادهم، كلهم مربوطين بسلسلة. وذات مرة أنا كنت أقرأ على أنه جمعية من الجمعيات المسيحية في ألمانيا الغربية عدد نفوسها الجمعية 10 ملايين. 10 ملايين، أنت لا تتمكن أن تقارنهم. 10 ملايين مربوطين بعضهم البعض. فيجب عليك أن تكون أنت أيضا في سطح العالم، في سطح. إذا صرت في سطحهم فيصير الكلام هل أنك غالب أو أنك مغلوب. أما الآن فأنك مغلوب حتمي وواضح أنك مغلوب، لأن أولئك وصلوا إلى صف وأنت دون الصف، الماء إلى مترين وأنت دون المترين، فأنت غريق قطعا، لا يحتاج إلى مقايسة ولا إلى برهان. هذا الشيء الأول الذي نحن بحاجة إليه في كل مكان، لازم يكون كلنا وحدة واحدة. وأنا ربكم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم أمة واحدة. هل يقولون أمة واحدة ذات أصالة خالدة، بينما المسلمون هم أمة واحدة ذات أصالة خالدة؟ أين هذه الأمة الواحدة؟ نحن هو أفراد مو أمة واحدة. فالشيء الأول الذي نحن نحتاج إليه انضمام بعضنا إلى بعض، مو بس إحنا الطلبة، بل كل الاجتماع يجب أن ينضم بعضهم إلى بعض. يعني تجار الآن تجارة عالمية، تجارة صهيونية، تجارة صليبية، تجارة شيوعية، وهذا تجار قتل، تجار مو قتل، ولهذا هم التجار يفوقون عليه من الواضح. فإذا فاقوا أخذوا بالأسواق. الآن اليهود الموجودين في بعض البلاد الإسلامية، في أي بلد إسلامي موجودين، أخذ من بغداد اللي أنا أتذكر قبل 30 سنة، قبل 48 قصة فلسطين، وإلى الآن اللي موجودين في تركيا أو موجودين في إيران أو موجودين في المغرب أو في أي مكان آخر، اليهود الموجودين في أي بلد هم يقولون على السلوك. لماذا هذا الشيء؟ بينما أن بغداد مثلاً نفوسها 1 مليون واليهود في بغداد على أكثر الفروض في ذلك اليوم 20,000. لماذا 20,000 مسيطرون على 1,000,000؟ لأنهم كانوا قتل واحد. أنكم من باب المثال، وهذا في الحقيقة يحتاج إلى كتب مو أنكم. ذات مرة فاليهود في بغداد تكسر في أيام قبل 48،
تكسر هذا اليهود، اليهود اجتمعوا ما أعطوه ولا فلسا واحد، وإنما حصروا تجارة النمية مصاصة مال الطفل فيه. فصار القرار اليهود لا يشتري ولا يبيع إلا هو وحده يشتري منه، قرروا هذا الشيء. هذا لما انحصرت التجارة، تجارة المصاصة النمية مال الطفل شنو قيمتها؟ لما انحصرت التجارة ذهب هذا اليهودي، هذا في ظرف شهر ارتجع إلى مكانه بعد ما كان متكسر. شلون ارتجع؟ لأن هذا الشيء مو موجود في بغداد، بس عند هذا موجود، قيمته 10 فلوس وقيمته 200 فلوس. نقطة الاحتكار، احتكار قالوا هذا قد يأتون إلى هذا اليهودي عبد، هذا اليهودي عبد، هذا اليهودي عبد، هذا اليهودي عبد، هذا عبد، هذا عبد، هذا عبد، هذا عبد. الآن كل واحد يقول واحد، كل واحد لأن قرروا على أنه حتى يرفعه إلى مستواه السابق التجارة المنحصرة في تجارة مصاصة منية فقط. وشنو شأن المنية؟ وشنو شأن المصاصة؟ لكن حيث أنه قتل لأبسط الأشارة تجار بغداد اليهود كانوا مسيطرين مو على بغداد، حتى كانوا مسيطرين على كربلاء. أنا أقول وشيخ محمد يقول في أيام السبت حتى في كربلاء الجهاز السوقي يتعطل، لكن شنو؟ لكن حيث أن بغداد تتعطل الأسواق بسبب تعطيل اليهود، كربلاء، بصرة، نجف، الديوانية كلها تتعطل، لا بيع ولا شراء، لأن الذين هم بيدهم الاقتصاد أطلوا خلاص انتهى. فأنت إذا في قبال هذا الشيء تاجرنا كمثل، هل يتمكن أن يقول لا أنا أمشي وحدي ورزق على الله، ورزق على الله هو مستوى العالم، لأنه هو مستوى العالم وأنت مو مستوى العالم. هذا الشيء الأول الذي نحن بحاجة إليه أن نكون قتلة. الخطباء مثلا السابق نحن عندنا خطيب مثلا مفروض في بلد كان فيه المسيحيون وكان فيه غير المسيحيين، نحن عندنا خطيب هو مظلوم خطيب خلق تنسيسا، فهذا خطيبنا يصعد فوق المنبر يخطب، وخطيبهم يصعد فوق المنبر يخطب، وأينا أكثر قوة يتقن. أما اليوم خطيبنا يصعد فوق المنبر يخطب وضعها الآن تحت منبره 3000، وخطيب المسيحيين يصعد فوق المنبر يخطب منبر الإذاعة ومنبره وتحت منبره 10 ملايين. فهل هذا بآلافه الثلاثة يتمكن أن يقابل 10 ملايين؟ أما إذا صار عند الخطباء تكتل، إذا صار عند الخطباء تكتل يتمكنوا أن يعملوا الإذاعة، هم لهم حصة الإذاعة، هم لهم حصة التلفزيون، هم لهم حصة الإعلام العام، فيصيرون أمامهم. أما الخطيب الفردي دعاه فلان إنسان في بيته وجزاه الله خيرا وقرأ واستمع الناس إليه وتأثروا، لكن كم الناس تأثروا؟ 100، 50، لكن من الإذاعة كم الناس تأثروا؟ تأثروا من الإذاعة على أقل تقدير 1,000,000 إنسان. فإنك إذا لم تكن قتل هم يتقدمون عليك كما تقدموا من فعل. في يوم ما كان الناس يعيشون أحرارا، اليوم يعيشون الناس أحرارا، اليوم يعيشون الناس قتلا. فإذا كان العالم قتلا والخطيب قتلة والموظف قتلة والتاجر قتلة وكل شيء قتلة، هؤلاء قتل وهؤلاء قتل، يقوم بعضهم أمام بعض. هذه الحرب اللبنانية، هذه الحرب اللبنانية أنا سألته من أحد الأصدقاء اللبنانيين وهو شخصية في لبنان، شخصية سياسية، هذه القصة قالوا 6 شهور. قل كم قتيلا ذهبوا ضحية هذه الحرب؟ قال الذين ذهبوا ضحية الحرب 60 حمل، والذين ماتوا يعني قتلوا غير المشوهين وماشوا. قل كم منهم من الشيعة؟ قال 40,000 منهم من الشيعة، والبقية من المسيحيين ومن السنة ومن الديوبة. قلت ما هو سرهم؟ قال كل أولئك كانوا مجتمعين وهؤلاء مبعثرين. قال السرهم، قال المارونيين المسيحيين والدروز والسنة كلهم مجتمعون.
بينما هؤلاء ما عندهم بطل، فخلفان في الشارع كل واحد يسير خلفه، بينما أولئك مربوطين بعضهم ببعض. فمن أولئك مجموعا راح الضحية 20,000، ومن هؤلاء وحدهم راح الضحية 40,000، ثم ما حصلوا على النتائج. النتائج من أخذها؟ هم أخذوها، مو هؤلاء. الشيء الأول الذي نحن بحاجة إليه هو أن يكون كلا كتلا وهيئة. هذا شيء صعب لا شك فيه، لكن الصعوبة شعر يقول: وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت قلوبها أو كستقيم. والشعر الآخر يقول: لا بد من صنعة وإن طال السفر. هذا شيء صعب لا شك فيه، لكن هذه الصعوبة إذا استمرعناها ونصر. نحن في كاميرا كان عندما نشر فقراء، نحن قاعدين على المهنة، وكنا نصدر مجلة اسمها صوت المبلغين. مجلة كانت تصدر أيضا، وكانت عندنا تهشف نشر. ولو أن الحكومة نسفته في أيام عبد الكريم قاسم، نسفت مجلسنا وخلى الشرطة على دائر مدار المركز اللي كنا نقعد فيه، خلى الشرطة في مدرسة البقعة في إحدى مدارس كاملة. لكن أيام التي كانت هذه الهيئة، أيام الخميس كنا نجتمع من أصول وقت الظهور كخطباء، الله يرحم شعب الزهرة كان وغيرك من الأحياء ومن الأمة، فهذول مقررين أنه المنكرات واحدا بعد واحد يهاجموها، وكانوا يهاجموها المنكرات واحدا بعد واحد، وبالفعل كثير من المنكرات اختفيت. لأن فرق بين خطيب يهاجم منكر أو 100 خطيب معا يهاجم المنكر، في كتلة في وضع، هذا في بيت وهذا في حضرة وهذا في مسجد وهذا في عثيمية وهذا في ليل وهذا في نهار. قال لهم في التقدم ملموس، نحن شاهدنا ذلك التقدم الملموس. الشيء الأول الذي نحن بحاجة إليه أن نكون كتلاً، وكل الضعف الموجود الآن فينا في أي بلادنا، أخذاً من السعودية وانتهاءً إلى الكويت وإلى العراق وإلى إيران وإلى أي بلد إسلامي أو غير إسلامي، ما هو ذلك؟ الضعف ناتج عن التفرق والتبعض، وعلى قول العراقيين شباب محلول. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فشل وذهاب ريح، فشل لماذا الله قال شيئين فتفشلوا شيء وتذهب ريحكم شيء آخر. تفشلوا لأن الفشل يعني لا تصل إلى مقصدك. الشيء الأعظم من هذا وتذهب ريحكم، لأن للإنسان فرد قوة وفرد منعة وفرد شخصية أمام الأعداء، هذا يسمى بالريح مجازا، لأن الريح كما ينتقل من الورد إلى الخارج كذا بقوتك وشخصيتك ومنعتك وهيبتك تصل إلى نفوس الأعداء، والرسول يقول نصرت بالروح. هذا الشيء أيضا يذهب، يعني مو تتقدم لا، وإنما تتحطم فوق عدم التقدم تحطم، يعني لا تبقى على هيكلك وعلى وردك وإنما تتحطم. نحن بحاجة إلى أنه إذا نريد الوصول إلى مستوى الدنيا توحيد الكلمة، هذا شيء اللي من أول معروف. ما شاء الله أحد علمائنا الكبار في النجف سبحان حسين بن الجوفاء رحمة الله عليه كان يقول: بني الإسلام على كلمتين، كلمة التوحيد يعني الله واحد، والتوحيد الكلمة يعني كلمتهم كلهم واحد. إذا نحن تمكننا من هذا الشيء، الآن تقولون نحن طلبة ومربوطين وكذا وشيء، هذا صحيح، لكن في المستقبل أنتم مو طلبة ومربوطين، في المستقبل إمام جماعة، في المستقبل خطيب، في المستقبل مؤلف. الآن إحنا عدنا، لكن هذا كله صوري. مثلا جمعية الكتاب، جمعية الخريجين، جمعية المعلمين، جمعية المحامين، جمعية المهندسين، جمعية الأطباء، لكن هذه كلها صور مو واقعية. على قول الملا الرومي يشبهنا
بأسود العلم، أسد يخلون على علم طريق المشهد. هذا الأسد يحمل ويهاجم، لكن من شنو يحمل ويهاجم؟ من الريح، الريح وكلته. هذا الأسد هل يهاجم؟ هو قصور. يقول الرومي يقول ما همشيني شيران علم، حملهم أزباد باشد دم بدم على أكو عدم، لكن مو بالمستوى أولا فقش أسوري. هل اجتماع فيه؟ هل أقول لك سوري؟ كل واحد يقوم يروح هذا إلى مسجده وهذا إلى غرفته وهذا إلى درسه وهذا إلى عمله وتفرقه على قول فارسي شاب جميل يقول نشستم بغفتم دبق خاصتم، يعني قعدوا وجلسوا وتكلموا وقاموا وذهبوا وانتهى كل شيء. في كل مكان قلنا أنه الإنسان لا يتصور أنه الآن ليس بيده شيء، صحيح على ليس بيده شيء، لكن في المستقبل يكون بيده أشياء. تحريض الناس على هذا الشيء هذا له أهميته. هذه قصة جدا جميلة أكو لعمر العاص. عمر العاص باعتقادي عن الشخصي وفي اليوم إن شاء الله أنا أحلل هذا الموضوع تحليلا، لأن أنتوا غالب في ذهنكم جاي على أن معاوية كان يفهم زايد وعمر العاص كان يفهم زايد. وفي الكتب المدرسية الجماعة منكم قرأتم أن دهاة العرب أربع، زياد بن أبي ومغيرة بن شعبة وعمر العاص ومعاوية، لكن هذا كله كذب ودجل وقراء وافتراء. هؤلاء كانوا سخفاء لأبعد الحدود، وأية سخافة. الآن أقول لكم في كلمة ثم أبين لكم في اليوم كبيان، لأن هذا يقل إلى منبر كامل. أي سخافة أن الإنسان يصنع شيئا يلعن على المنابر طول التاريخ؟ هل من هذا سخافة أكثر من الآن؟ هذا الإنسان الذي يعمل عملا ينتج أنه يلعن على المنابر طول التاريخ، هل سخافة واقع؟ هل يسمى عقل؟ حتى مجانين دار المجانين أعقل من هذا الشكل. أنا أجعل نفسي ملعنة للناس، إذا أرادوا أن يلعنوا قالوا زياد بن أبي، إذا قالوا معاوية أرادوا أن يلعنوا قالوا معاوية، إذا أرادوا أن يلعنوا قالوا عمرو العاص، إذا أرادوا أن يلعنوا قالوا مغيرة بن شعبة. هل سخافة والجهل أكثر من هذا أكثر؟ فأين دهاة العرب؟ ثم هؤلاء دهاة العرب فقط العرب كلهم ماتوا وذهبوا، فقط هالأربعة دهار، لا في زمان الراشدين على اصطلاحهم، لا في زمان الأمويين، لا في زمان العباسيين، لا في زمان بعدهم، لا في زمان قبلهم، ماتوا عقبة النساء إلا من هالأربعة الطاهرين المطهرين الأزكياء. أي جهل واقع يغزو مدارسنا وكتبنا، وأي جاهل وأي قلم يكتب أن دهاة العرب هؤلاء الأربعة الذين هم مثال السخافة والنبالة وعدم الفهم. ما علينا بهذا الشيء، قلت فاليوم إن شاء الله آخر أتكلم حول هذا الشيء ونضع النقاط على الحروف كإجمال كل. عمرو العاص كان واليا على مصر من قبل عمر في أيام خلافة عمر، شاهدنا في كلمة من القصر. لما جاء عثمان إلى الحكم عزل عمرو العاص عن مصر، وصار عمرو العاص معزولا عن مصر. فذهب عمرو العاص إلى فلسطين وسكن هناك حتى قتل عثمان، وجاء علي صلوات الله عليه إلى الحكم، وبعد ذلك معاوية طلبه وقشمره ولا يدرى أيهما قشمر الآخر وقص على الآخر، فجاء إلى الحكم وصار بيده مصر ثانيا. في قصة طويلة مع الوقت. لما هو كان في فلسطين جاءه نبأ مقتل عثمان، ولده كان جالسا، توجه إليه وقال أنا أبوك، أنا شخصيا والله لقد كنت أحرض عليه، يعني على عثمان، حتى الراعي في الصحراء، كنت أراه فأسأله كيف أمير المؤمنين؟ كان يقول حسنا، قلت لا والله إنه أبدع وأبدع.
يعني يقول انا كنت احرر ضد عثمان حتى من حتى الرائد الصحراء الذي ليس بيده شيء. ما سأله يسمع ضد هذا القاتل. هذا المثال ذكرته لموضوعنا نحن، وهو موضوع التكتل والكتل. نحن إذا هذا الشيء تكليفان لنا. التكليف الأول أننا صرنا علماء في المستقبل إن شاء الله، صرنا خطباء، صرنا شخصيات، صرنا معلمين. نجتمع مع أصدقائنا، كل واحد عنده أصدقاء وكذا. أنت في قطيف ولا في مسقط ولا في نجد ولا في قوم ولا في أي بلد. فكان أصدقاء تكون وحدة وحدة، تبدأ باثنين ثم ثلاثة ثم أربعة ثم عشرة ثم مئة. هذا الشيء. الشيء الثاني والذي مثلت له قصة عمرو العاص، تحرير الناس على هذا الشيء. حتى التجار، من دام أقول تجار المواقف هذا الشيء، أقول لمعلمينا، أقول لمهندسينا، أقول لمحامينا، أقول لجامعة علمينا، كل قطعة. التاجر إذا صار كتلة هذا ينفعه في تجارته. فالتاجر من تجار طهران أنا سألت منه، أنا المدة مو هسه جديد، قلت لي كنت في العراق. سألت عن سوق طهران. قال سوق طهران بيد اليهود. قلت كم اليهود؟ قال فرق عدد بعيد. قلت عجب، سوق بلاد إسلامية بيد اليهود؟ ولماذا؟ مع العلم في بلاد طهران ما كنت تبينون على الأغلب والأكثر. قال الحقيقة هو التاجر البني هذا الشيء. قال لأنهم مربوطين. ما قال في الكتل، قال لأنهم مربوطين. قلت كيف مربوطين؟ قال ها، قال هذا التاجر اليهودي اللي في طهران عنده صديق تاجر يهودي في نيويورك، وعنده صديق تاجر يهودي في يابان، وعنده صديق تاجر يهودي في ألمان، وعنده صديق يهودي في إنجلترا. فإذا جاءت بضاعة إلى سوق نيويورك، التاجر اليهودي النيويوركي يشيل التليفون يخبر منه يهود الطهراني على أنه فلان بضاعة وجه، أنا أخذ وكالة هذه البضاعة لك، يقول ما يخالف. فهذا الشيء التاجر المسلم الإيراني الطهراني بعد ما شعر بهذه البضاعة في السوق، يعني في سوق العالم، وإذا به يستورده واحتكره وانتهى، يعني احتكارات وكالة احتكارات. الشاهد أنه فحال لما يعرف ذاك أخذه واحتكره. والياباني والنيويوركي نفس الشيء. قال هذول مربوطين بعضهم ببعض، ولهذا كل التجارة تدور في أيديهم. أما هذا التاجر المسلم المسكين الواقع في الكويت أو واقع في طهران أو واقع في بغداد، هذا في يوم يعرف بهذه البضاعة وقد احتكرت وكالته إلى زيد. الآن في الكويت أكو هذا الشيء. الآن في الكويت مثلاً فلان بضاعة تأتي إلى سوق في العالم، فلان تاجر ذكي يعرف يروح فوراً يأخذ وكالته انتهى. حتى أنت إذا ذهبت إلى تلك التجارة وقلت له أنا أعطيك ضعف، يقول أنا أعطيت وكالة إلى فلان بعد ما أعطيك وروح منه. فالتاجر ساعات ما أريد أن أسميه هذا تاجر الساعات، فقلت فعطي هذا بيده وكالة قسم من الساعات، يقول في سنة واحدة بعت من هذه الساعة 180,000 ساعة. في سنة واحدة من الساعة 180,000 ساعة، يعني في كل يوم 500 ساعة معدلة، لأن الوكالة بيده. غيره راحوا إلى هذه الساعة قال ملكتكم وقالوا وكالة بيده وغرشوا ساعة مرغوبة. جيت أنا اشتريت منه وهو اللي اشترى منه من القاهرة، وذاك من أبو ظبي، وذاك من دبي، وذاك من بغداد، فصارت التجارة في شاهد على أنه التجار يجب أن يكونوا متكتلين، والعلماء متكتلين، والخطراء متكتلين، وكل شيء، لأن أمامه صار كتل. يعني أنت الآن بيدك السيف وهم بيدهم البندقية. من الطبيعي أنه من مسافة 20 متر يضربون. حتى إذا أنت تصل إلى مسافة متر أنت مقتول 100 مرة، 20 مرة.
الرشاش شنو صنع يعني؟ الرشاشات السريعة الطلقات الساعة ما عاد 300 طلقة ما عاد 600 طلقة تضرب. يعني 600 إنسان بيدهم السيف لا يقبلهم هذا الإنسان الواحد. شو؟ أما أنت الآن إذا بيدك رشاشة صرت مثله. إذا يأتي الحديث هل أنك أعلى أو هو أعلى؟ نحن إذا أردنا أن نصل إلى مستوى العالم ويجب علينا أن نصل، نحتاج إلى أن نكون حائزين على مستوى العالم. مستوى العالم شنو؟ مستوى العالم أشياء. أول الأشياء التكتلات، أو سميه هيئات، أو سميه جمعيات، أو سميه جماعات، أو أي اسم أردت أن تسميه، هذا زمن. هذا شيء أول يجب أن نخلق أنفسنا في هذه، ثم ندعو الآخرين أيضا، المعلمون إلى قتله، المحامون قتله، الأطباء قتله، المهندسون كتلة، هؤلاء يساعدون بعضهم بعض. بينما إذا كل واحد منهم فارد، الأفراد في عالم كلها كتل لا تنفع، وإنما الكفر يعلو ولا يعلى عنه. بينما كنا على الإسلام يعلو ولا يعلى عنه. على هذا الحقيقة الكفر يعلو، وفي عالم كل البلاد تعلم هذه الكلمة، حتى السعودية التي هي تزعم بأنها زعيمة الإسلام والمسلمين. ما في بلاد يزفوه؟ أغاني ما في بلاد. بينما الأغاني بإجماع علماء السنة حرام أيضا. إسكات الرعاع والأحمد محمد باشمير راجعوه يعيش الأمرين بالمعروف والحجاز، إسكات الرعاع في حكم الغناء والسماع ينقل عن كل المذاهب تربة الغناء، وهو رئيس هيئة الأمرين في الحجاز. مع ذلك كل إضاعة السعودية في الغناء شيء. لماذا؟ لأن أولئك كانوا كتلة فغلبوا ولا يعرف أن هذا مثل حرام، أو أنه هذا نجف، وهذا كربلاء، وهذا مشهد، بعد ما يعرف المشهد. فنحن بحاجة في أول الأمر إلى أن نكون كتلا وإخوة لله تعالى. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى.